السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا بيان للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، كتبه بتاريخ 12 من شهر صفر لسنة 1442 للهجرة، الموافق 29 من شهر سبتمبر لسنة 2020. عنوان البيان: إنذار أخير من الله الواحد القهار لكل متكبر جبار. بسم الله المنتقم القاسم لظهر كل متكبر جبار، والصلاة والسلام على النبي الأمي المختار، وأهل بيته الأطهار منهم، ولا صلاة على الفجار منهم. كل ظالم لنفسه مبين، كل من كان منهم من المستكبرين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان للبشر الخيرة من الأمر في اصطفاء المهدي المنتظر خليفة الله في الأرض من دونه. أما بعد، من عبد النعيم الأعظم إلى كافة عبيد النعيم الأعظم، وأخص من ارتقى منهم إلى أعلى درجات العلا، فيا أحبتي في الله، يا عبيد النعيم الأعظم، فلا ولن يهديكم أي عبد في الملكوت إلى شيء هو أعظم مما هداكم إليه ناصر محمد اليماني. وتلك هي أكبر آية أيد الله بها خليفته المهدي ناصر محمد اليماني. وتجدون الآية تحل في قلوب قوم يحبهم ويحبونه، وسوف أخبركم بشيء لا تحيطون به علما، فمن ثم تجدون أنه الحق في أنفسكم. فهل تعلمون لو أن ناصر محمد اليماني يشك يوما ما أنه ليس خليفة الله المهدي؟ لقال كافة عبيد النعيم الأعظم: يا ناصر محمد اليماني، نقسم لك بالله العظيم أنك خليفة الله المهدي لا شك ولا ريب، فقد هديتنا إلى عبادة الله كما ينبغي أن يعبد، فجعلتنا نقدر الله حق قدره. فإذا لم تكن المهدي المنتظر، فأي مهدي ننتظر من بعدك؟ إلى ماذا سوف يهدينا إليه من بعد النعيم الأعظم؟ أن نتخذ رضوان الله غاية، فماذا بعد الحق إلى الضلال المبين؟ فاسمع يا ناصر محمد اليماني، فوالله الذي لا إله غيره ولا يعبد سواه، لو يؤيدك الله بكافة آيات ملكوته فيحشر على أعدائك كل شيء قبلا وهم ينظرون، ويؤيدك بمعجزات قدرته بلا حدود، لما زادنا ذلك إيمانا إلى إيماننا، ولا يقينا إلى يقيننا أنك خليفة الله المهدي. كون آية النعيم الأعظم رضوان نفس الله هي أعظم آية على الإطلاق حلت في قلوبنا، وما دونه مهما كان ومهما يكون من آيات الله فليس أعظم من آيات النعيم الأعظم رضوان نفس الله بين يديه. وفي ذلك تكمن الحكمة من خلق عبيده في ملكوته. فهل من المعقول أن الله خلق عبيده من شأن الحور العين وجنات النعيم، أم من شأن الله تقتضي الحكمة من خلقنا؟ فأجبنا يا ناصر محمد اليماني. فمن ثم يرفض ناصر محمد اليماني أن يجيب على كافة السائلين عن الحكمة من خلق العبيد، ويترك الجواب من الرب في محكم الكتاب، بل ويكون ناصر محمد من ضمن السائلين ونقول: يا الله، هل خلقتنا من شأن الحور العين وجنات النعيم؟ وأنزل الله جواب هذا السؤال في محكم الكتاب، وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، صدق الله العظيم. إذن يا الله، لقد خلقت الملكوت من أجل العبيد، وخلقت العبيد من أجل حكمة عظمى، والجواب من الرب في محكم الكتاب في قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، صدق الله العظيم. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، صدق الله العظيم. وقال الله تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستخسرون.
يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وقال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار صدق الله العظيم. وقال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. وربما يود كافة عبيد النعيم الأعظم أن يقول بلسان واحد بعزة الله وجلاله أننا وجدنا البرهان في أنفسنا الآن من قبل لقاء الله أن رضوان نفسه على عباده هو النعيم الأكبر من نعيم جنته حقيق لا شك ولا ريب فوجدنا في أنفسنا حقيقة فتوى الله بالحق أن رضوان الله على عبيده حقيق وجدناه النعيم الأعظم من أي نعيم مهما كان ومهما يكون فوجدنا فتوى الله حقيقة رسخت في قلوبنا فحل اليقين في قلوبنا بحقيقة النعيم الأعظم حقيق فوجدناه في أنفسنا تصديقا لقوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. فاشهد يا خليفة الله وعبده المهدي أننا معشر قوم يحبهم ويحبونه لا نريد علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فمن ثم يرد عليكم خليفة الله وعبده وأقول شهادة بالحق وأنتم على ذلك من الشاهدين على ما في أنفسكم وأشهد لله أن ربي جعلني خليفته على العالمين وأشهد أن من اصطفاني الله ربي وربكم سيظهرني على كافة العالمين واستدار الزمان واقترب الأوان وأكثر البشر عن ذكرهم القرآن العظيم لمعرضين وأشدهم إعراضا من بعد الشياطين هم صناع القرار من المسلمين الذين رفضوا أن يدخلوا البيوت من أبوابها فاستكبروا على فتوى الله في محكم كتابه أن عدة الشهور للعام الواحد 12 شهرا منها 4 حرم ويختم العام بالشهر الحرام الشهر الرابع من الأشهر الحرم الذي هو ذاته الشهر 12 لعامكم هذا 1441 ودخلتم بعد غروب شمس الأربعاء ليلة الخميس في تاريخ 1/1/0 الشهر الأول للعام 1442 للعام الجديد في كتاب الله القرآن العظيم ولكن المجرمين منكم من صناع القرار أصحاب التطبيع مع الذين أعلنوا المسجد الأقصى القدس الشريف عاصمة اليهود الأبدية فيعلنوا التطبيع معهم طبع الله على قلوبهم وختم على أسماعهم وأبصارهم إلا من تاب منهم وأناب ولم يصر مستكبرا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلكم حذرتكم أن ادخلوا البيوت من أبوابها واعترفوا أنكم كنتم خاطئين وانتهى شهر الحج الرابع من الأشهر الحرم بانتهاء عامكم هذا المنقضي بعد غروب شمس الأربعاء ليلة الخميس فابتدأ عامكم الجديد بعد غروب شمس الأربعاء ليلة الخميس 1/0 لعامكم الجديد 1442 وهذا بحسب تاريخ الإدراك للشمس والقمر الذي أنتم به تكذبون وتتبعون الصادين عن آية التصديق وتكذبون الإمام المهدي الصادق من الصديقين بالحق من ربه وتكذبون أعينكم بانتفاخ الأهلة ولا نأمركم أن تدخلوا غرة شهر صفر من قبل رؤية هلاله يخرج على الناس كافة بعد أن كانت الشمس تتقدمه شرقا وقد هو هلال فأدركها واجتمع بها وقد هو هلالا وعلماء الفلك لا يعلمون علم اليقين أن هلال
صفر سيغرب قبل غروب شمس الخميس ليلة الجمعة. ولن يشاهد أحد من العالمين بسبب الاجتماع به وقد هو هلال. ومن افتى برؤية هلال صفر بعد غروب شمس الخميس ليلة الجمعة فاشهدوا أنه لمن الكاذبين، برغم أنهم لا يعلمون شهداء الزور والبهتان أنهم لكاذبون، يفترون الكذب وهم يعلمون. كون هلال صفر لم يخرج للناس بعد، برغم أن ليلة الخميس هي 1 صفر والجمعة 2 صفر، ولن يخرج على البشر إلا منتفخا يوم الجمعة ليلة السبت، لعلهم يشهدون أن الشمس حقا أدركت القمر وأدركهم عصر انتفاخ الأهلة نذيرا للبشر، ويتلوه شر مستطير والعذاب من أكبر إلى أكبر. فلن نبشر المعرضين عن الذكر بخير، بل نبشر المعرضين عن ذكر ربهم القرآن العظيم بشر مستطير وعذاب نكر جوا وبحرا وبرا، إضافة إلى فصائل جديدة شديدة البأس تسبب اليأس التام والشلل التام للأجسام لبعض منكم، مختلفات الجينات، ولكل درجات مما عملوا، ولا يظلم ربك أحدا. تلك فصائل جديدة أوشكت أن تقصف المعرضين عن الذكر، ذلكم الفيروس المتين الذي وعدناكم به بالحق بأمر الله قارعة جديدة إضافة لما يسمونه فيروس كورونا. فأين المفر يا معشر المعرضين عن الذكر ومعشر صناع القرار من المسلمين والكفار؟ يا من أبيتم أمر الله أن تدخلوا في السلم كافة، وسوف تعلمون علم اليقين أن الله عزيز حكيم، إن الله لا يحب المفسدين. فلستم على شيء، لا في اليمن ولا غير اليمن، ولا فرج لكم ولا مخرج لكم من عذاب الله حتى تخضعوا أعناقكم لخليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني الذي لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، ولا عقبة للمتقين. ولسوف تعلمون أن الإمام المهدي ناصر محمد اليماني لمن الصادقين في كل شيء، سواء في البيان الحق للقرآن وكذلك كافة ما أراني الله في وحي الرؤيا الحق في منامي. فسوف يأتي يوم لا تجدون مناصا من أن تقولوا صدق الله وخليفته المهدي ناصر محمد اليماني. وأتحدى صناع القرار في أحزاب اليمن أن يجدوا لهم مخرجا وفرجا حتى تخضعوا أعناقهم لخليفة الله على اليمن والعالم بأسره الإمام المهدي ناصر محمد اليماني. ويا معشر أصحاب نظرية الاحتباس الحراري، بسبب ظنكم أن سبب ازدياد مؤشر الكوارث غير الطبيعية أنها بسبب الاحتباس الحراري العالق في الغلاف الجوي بسبب عوادم مصانع دول العالم، وإنكم لكاذبون. فقد أوقف فيروس كورونا مصانعكم وعجلت حياتكم لمدة 6 أشهر، ولا يزال يعصف بدول الكفر العظمى. والسؤال الذي يطرح نفسه، فهل وجدتم أنها خفت ما تسمونه كوارثا طبيعية أم استمرت في الارتفاع وتضاعفت فزادكم الله عذابا إضافة إلى ما تسمونه عذاب كورونا؟ فهل صدق الإمام المهدي ناصر محمد اليماني أنه عذاب تناوش كوكب العذاب يزداد كل عام بسبب اقتراب كوكب العذاب صقر من أرض البشر؟ ولسوف يأخذكم الله به من مكان قريب يا معشر المعرضين عن الذكر، فأين المفر؟ أين المفر من قوارع عذاب الله تترى ومن أكبر إلى أكبر يا معشر أصحاب نظرية الاحتباس الحراري؟ أفهل صدق الله فتوى خليفته الله الإمام المهدي ناصر محمد اليماني أنه بسبب اقتراب كوكب العذاب القادم ليأخذكم الله به من مكان قريب؟ وكلما اقترب سوف يرتفع معدل ما تسمونه بكوارث التقلبات المناخية، فأين المفر يا معشر الكافرين المعرضين عن ذكر الله القرآن العظيم وكذلك المعرضين عن الذكر بشكل عام، المسلم منكم والكافر إلا من رحم ربي. اللهم عجل بالتمكين والفتح المبين على العالمين، وارفع الظلم عن المظلومين وعدوان المعتدين على المظلومين، إنك لا تحب المعتدين أينما كانوا في العالمين، إنك لا تحب الفساد. وارفع الظلم عن كافة عبادك المظلومين في العالمين عاجلا بحق لا إله إلا أنت، وبحق رحمتك التي كتبت على نفسك، وبحق عظيم نعيم رضوان نفسك، إن ذلك عليك يسير، وأنت أرحم بعبادك المظلومين من عبدك، ووعدك الحق، وأنت أرحم الراحمين. ولسوف تعلمون حقيقة البيان الحق لقول الله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، صدق الله العظيم. ففي هذه الآية المحكمة البشرى ببعث الإمام المهدي ناصر محمد وبرهان بعثه بسطة علم الكتاب، فلا تستطيعون أن تهيمنوا عليه من القرآن، ذلك كون الله يؤتيه علم الكتاب القرآن العظيم.
ولا نقول علما من الكتاب، بل علم الكتاب القرآن العظيم. تخضع لعلمه عقولكم، شئتم أم أبيتم أجمعون. حتى لا يعرض عن البيان الحق للكتاب إلا أشر الدواب، فيذوق العذاب الأليم من غير ظلم من ربهم برا وبحرا وجوا، إضافة إلى مدد جديد مما تسمونه فيروس كورونا. ولكن معدل الوفيات ليست قليلة هذه المرة، بل قلنا في أول بيان في العام القمري الماضي أن معدل الوفيات قليل بادئ الأمر، بمعنى أن الفيروس المتين القادم معدل الوفيات حتما مرتفع، ومنه قوارع ومنه فزع شديد. يا معشر الكفار بالذكر القرآن العظيم والمعرضين عن اتباعه في بلاد المسلمين، فلسوف تعلمون ويعلم كل المجرمين في العالمين أن كيد الله متين، فأين المفر؟ فهل إلى سطح القمر؟ أم إلى أعماق البحار؟ أم إلى حجر محجور؟ وتدعون الثبور. وشر المستطير يا معشر الكارهين للقرآن العظيم، والكارهين لرضوان الله رب العالمين، والكارهين لخليفة الله على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وعليه يلومون، فنقول موتوا بغيظكم، فما ظنكم بمن كان الله معه؟ فالحكم لله وهو خير الفاصلين. فمن كان عدو لنعيم رضوان الله وعدو لخليفته الإمام المهدي ناصر محمد اليماني، فإن الله عدو للمجرمين، فليحفر قبره ويجهز كفنه، إلا من تاب وأناب إلى ربه فإن الله غفور رحيم. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.